إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطولا للسيد المستشار الذي أبدى تفهما وتقديرا كبيرا للفكرة، الفكرة كلها إن احنا إن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي، تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في إن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. يبقى أمر مهم إن احنا، وأنا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت، لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات وهي عملية فضفاضة، أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت المعالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور ما، لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي، في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. السيدات والسادة، لقد تناولت مع فخامة المستشار شولتز أيضا القمة التي دعت إليها مصر لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري حقنا لدماء المدنيين والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.